لو انت ليك افلام بالمناسبه انت كارهها يعني ما تحبش تتعرض في التلفزيون؟ هو في دور في سيد درويش كنت عامل صبي علمة مخنث. ايوه. فكل ما تيجي المناسبه بتاعت الاحتفال بسيد درويش يعرضوا لك يعرضوا الفيلم ده. فاولادي بقيت محرج قدام اولادي. بس ده كان دور قديم وانت صغير. يعني انا حدرجه بدرجه من كل عيل زرجه رقيتك واسترقيتك. ايه ده يا عم؟ حتى فشر يا عباس بيه؟ ده بخور نامه وقامه واللي يتبخر بيه ينور مرامه.